جربي عصير الليمون بألذ طريقة هتعجبك. ما تنسيش تعملي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل يوم أفكارنا الجديدة وصفاتنا السهلة والسريعة. هتقطعي الليمون الفريش كده وهتضيفي عليه الحليب المحلى المكثف وشوية من النعناع وكوباية من المية، وهتضربيه كويس جدا وتصفيه بالشكل ده كده. وفي كوباية بقى التقديم هتضيفي التلج وتقدميه بالشكل ده كده، يعجبك جدا جربي.